السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله بناء على طلباتكم، متابعين كتير طلبوا مني الصابون أعمله توضيح المقادير واحدة واحدة مع بعض. بصي، والمرة دي مش هنعمله بأي صابون خارجي خالص، الصابون اللي عملناه في قلب القناة هنا أهو، واخدة 3 صابونات كده بشراهم بنفس الطريقة، 3 صابونات بس. 3 صابونات على قد ايه؟ على قد 2 كيلو زيت، عشان انا كنت قايله لكم اعمل لكم الصابون بتاع الشتاء، وعشان نعرف الصابون بتاع الشتاء احلى ولا صابون الصيف احلى. فالصابون بتاع الشتاء احلى حاجه فيه ان هو بينشف على طول، صابون الصيف كويس وكل حاجه بس بياخد وقت في التنشيف، يعني ممكن ياخد منك 1.5 او 2 يوم. ماشي، عايزين بقى نعرف عشان ممكن تعمليه في الشتاء وما ينشفش معاكي، ايه المقادير اللي تنشفه معانا في الشتاء خلال 4 ساعات؟ هي المقادير اللي انا هقولك عليها دي تمشي عليها. كل كيلو زيت عليه 8 كيلو من البطاطس، ده المقادير الاساسية. لولا البطاطس ده لو حطيتي ايه مع الزيت عمره ما هيربط معاكي. مادة الربط الاصلية والاساسية هي البطاطس، فده ربع كيلو على 2 كيلو، ربع كيلو على 2 كيلو. ماشي، يبقى المقادير الأساسية اللي بتساعد على تنشيف الصابون على طول المقادير اللي أنا بقولك عليها دي، عشان تحفظيها وما تتوهيش هاتي ورقة وقلم. أقول كيلو زيت عليه 8 كيلو من البطاطس، عليه 1 كوباية قشور ليمون، عليه 1 كوباية فري. ماشي، أما ده اختياري، ده بيعزز الصابونة معاكي وبيخلي الرغوة عالية جدا. زي ما اتفقنا هتبشري 3 صابونات على ال2 كيلو زيت، هناخد منه 2 كوباية، هناخد منه 2 كوباية. 2 كوباية ليه؟ لان 2 كيلو زيت قلنا الكيلو عليه 1 كوباية من قشور الليمون. اول حاجة خالص هعملها البطاطس ده، هحط عليه 2 كوباية من قشور الليمون، وهعمله انا عشان خاطر الابخرة اللي هتطلع ما يبقاش حد واقف معايا في المطبخ اضره. ماشي، هدوب البطاطس في 2 كوباية من قشور الليمون وارجع لكم تاني. بصوا البطاطس داب اهو مع قشور الليمون وبرد خالص. ماشي، يبقى سخن خالص، فعشان اتاكد احط ايديا كده وابصي برد ازاي. طبعا اول حاجه بنضيفها الزيت، دوبنا البطاطس بعديه الزيت. خليكوا حافظين الخطوات والمقادير اللي انا ماشية عليها، عشان دي طرق نجاح الصابون اللي هينشف معاكي خلال 4 ساعات او 6 ساعات بالكتير قوي. ماشي، يبقى اول حاجة دوبنا البطاطس، سيبناه لما يهدى معايا الزيت بعد البطاطس ما يدوب على طول انزل بيه، وبقية المقادير بقى الاضافية اللي انت عايزاها بتحطيها بعد الزيت. ماشي، زي ما اتفقنا حاجة الصابون بتبقى حاجة مختصة ليه، ما بتحطهاش للاكل خالص. زي المعلقه دي، معلقه قديمه عندي اتكسرت استخدمتها للصابون، او ممكن عصايه عندك اي حاجه. وادي بردك المصفى دي، وابتدي اصفي الزيت بتاعي كده. لو انت مصفياه ادلويه على طول، بس انا بحط على طول كده وبعد كده بصفيه اثناء ما بعمل الصابون. بصوا صفيت الزيت كده، هبتدي اقلب فيه. وطالما المقادير بتاعتك مظبوطة، اول ما بتضيف الزيت على البطاطس بتحسي ان هو تقيل معاكي، لو لقيتيه خفيف يبقى مقاديرك مش مظبوطة. ماشي، بس المقادير المظبوطة اللي انا بقولك عليها، 8 كيلو من البطاطس على كيلو من الزيت على 1 كوباية فري على 1 كوباية قشور ليمون. ماشي، هي دي المقادير. وهنحط له بردك ريحة الليمون، يعني هتبقى الصابونة معانا زي بتاع بره واحسن كمان. هقلب فيه كده لمدة 10 دقايق ونرجع بقى نضيف له المقادير الباقية تدريجيا. بصوا بعد 10 دقايق اهو، لو تلاحظي تقل اهو. ماشي، اول حاجة هنزل بيها قبل الفري الصابون اللي انا بشراه ده، وهو مبشور بنفس الطريقة كده، وهبتدي اقلب فيه بنفس الطريقة، والصابون ده بردك من غير دقيق. ماشي،
الصابون من غير دقيق خالص. بص هقلب فيه، مش شرط ان البشر الصابون يفكك معاكي، فكك ماشي ما فككش عادي، ده برضك بيعزز الرغوة، بيخلي الصابونة تبقى متماسكة معايا وبيخلي الرغوة بتاعتها عالية جدا. ماشي، هقلب فيه كده لمدة 10 دقايق كمان، بنضيف اخر حاجة ريحة الليمون والفري. ماشي، وفي معلقة تانية او معلقتين هنضيفهم، هما برضك سر تماسك الصابون. بصوا قلبت فيه برضك لمدة 10 دقايق، هحط له معلقتين من الملح. معلقتين الملح برضك اللي حطيناهم دول بيخلوا الصابونة القوام بتاعها يبقى متماسك. ماشي، بيتقل معانا، يعني ده بديل الدقيق. ماشي، الملح ده بديل الدقيق، بيخلي القوام الصابون يتقل معاكي بدون دقيق ويتماسك على طول. هقلب فيه بردك كده بس مش كتير، دقيقتين، عشان اخر حاجة هنضيفها ريحة الليمون والفري. ماشي، ريحة الليمون والفري، دقيقتين ونرجع تاني. نزيد بقى الفري زي ما اتفقنا، على كل كيلو زيت كوباية من الفري. حطينا كوباية على كيلو، وادي الكوباية التانية عشان يبقى 2 كيلو، يبقى كل كيلو زيت عليه كوباية من الفري، يعني نص كيلو فري، نص كيلو فري على 2 كيلو زيت. ماشي، هبتدي اقلب. وبصي تقل خالص ازاي، اهو الملح بيتقله خالص احسن من الدقيق كمان. هقلب فيه كده لمدة 10 دقايق وهضيف ريحة الليمون اخر حاجة. بصوا ما شاء الله بعد 1/3 ساعة، بصي تقل ازاي، بصي الصابون فكك خالص اللي في قلبيه وتقل جدا بنفس الطريقة. بصي المطة دي اللي بتخلي بتساعد الصابون ان يمسك معاكي على طول، شفتي المطة دي بتساعد الصابون يمسك على طول اهو. بصي ما شاء الله، اخر حاجة احطها له ريحة الليمون، هحط حبة كده بتاع 3 معالق من ريحة الليمون، بتبقى قوية جدا وبتخلي ريحته جميلة جدا، بس هو اصلا محطوط عليه ليمون، بس احنا ايه عايزين نخلي الصابونة بتاعتنا زي الجاهزة بالظبط. هقلب كده اهو، واخر حاجة بقى هنفضيه في الصندوق اللي هنشف فيه الصابون، وهينشف معانا طالما القوام بتاعه كده. بصي عامل زي كيكة بالظبط، هينشف معانا بعد قد ايه، بعد 4 ساعات او 6 ساعات بالكتير قوي. هقلبه بس تقلبتين كده عشان الريحة تخش فيه، ونفضيه في الصندوق مع بعض. بصوا صاج زي ده كده، وحطي فيه مشمع اهو، متغطي كده عشان لما اجي اقلب الصابونة تتقلب معايا بكل سهولة، ما تلزقش في قلب الصاج، لازم يكون فيه عازل مشمع بنفس الطريقة كده. وهفضي، بصي خدي بالك من قوام الصابون، بصي بصي ما شاء الله كده ينشف معاكي خلال 4 ساعات. بصوا فضيته بنفس الطريقة كده، وتساوي كده عشان يطلع ملمس الصابونة ناعمة. بصي هو مخشلني كده عشان خاطر حتت الصابون في قلبي، في حتت دابت وفي حتت ما دابتش، بس مش مشكلة. ماشي، اهم حاجة عندنا الصابونة بتاعتنا تنشف ويبقى قوامها بنفس الطريقة كده، قبل ما نحطها تنشف القوام بنفس الطريقة كده. طالما كده بصي المطة، بصي بصي ينشف معاكي خلال 6 ساعات او بنفس الطريقة كده. احطه بقى في البلكونة في الهواء، واول ما ينشف هقولك، لو خد 4 ساعات هقولك، خد 6 ساعات او اكتر هقولك برضه. ماشي، احطه في البلكونة ينشف في هواء، طبعا دلوقتي الشتاء مفيش ولا شمس ولا اي حاجة، هواء هتلاقيه نشف على طول. طول ما في هواء الشتاء اللي هو الهواء الشديد بينشف الصابون على طول، الشمس بتسيح الصابون، ينشف
وارجع اقولك لو الزيت فصل منك تعملي ايه، او لو اي حاجة باظت منك في الصابون تعالجيها ازاي. ماشي، ينشف وارجع لكم تاني. بصوا ما شاء الله بعد 8 ساعات، بصي اهو نشف اهو بنفس الطريقة كده. هقلبه بقى من الصف خالص ونقطعه سوا. بصوا اهو، تقطعي بقى بالطول بالعرض زي ما تحبي. بصي طالما المقادير بتاعتك مظبوطة ينشف معاكي على طول. وهنشوف حجم الصابونة، ما شاء الله حجمها حلو. بصوا بصوا ما شاء الله حجم الصابونة قد ايه اهي، وكلها ناشفة اهي بنفس الطريقة. بصوا وما شاء الله كبيرة جدا. الزيت لو فصل معاكي ليه طريقتين، هتجيبي المية والبطاطس اللي انت قصرتي فيهم، يعني بديل قشور الليمون المية. ماشي، بس لما يجي يفصل معاكي ما تحطيش قشور ليمون، هتحطي مية. ما يجي يفصل معاكي هتحطي مية مع البطاطس، يعني هتدوبي البطاطس اللي انت ما ظبطتيش المقادير فيه هتحطيه مع مية. ماشي، وادوب البطاطس واقوم حطاهم على البارد. لو لقيتيه مكتل هتخليه على النار. ماشي، لو مكتل معاكي الصابون هتحطيه على النار، لو لقيتيه سايل عشان لما تيجي تفضيه في الصندوق يبقى ناعم بنفس الطريقة ما يبقاش مكتل كده، ده هتحطيه على البارد لو مش مكتل. وهتحطي البطاطس والمية، هتدوبي في جردل قديم زي اللي بعمل فيه الصابون، هتدوبي فيه لحد ما يدوب معاكي، واول ما يدوب ويبقى سايل وناعم كده هتقومي مفضياه في الصندوق. ماشي، لو لقيتيه مكتل هتنك تقلبي فيه على البوتاجاز لحد ما ينعم معاكي، وهتسيبيه لما يبرد وبعد كده افضيه في الصندوق، ده لو الزيت فصل معاكي. انما المقادير اللي انا بقولك عليها دي ناجحه. بصي الصابونه ناشفه اهي ما شاء الله بنفس الطريقه، وحجمها قد ايه بصي، وهي عمل كميه معايا، كميه كبيره من 2 كيلو زيت، وانا عملتي ازيد من كده هيرمي معاكي كميه كبيره، بس دي كميه تكفي معايا فتره طويله. والصابون الشتاء احلى من صابون الصيف لان بينشف على طول. ماشي، اجمل حاجه في صابون الشتاء حلو لان بينشف على طول. صابون الصيف هينشف معاكي بردك، بس ممكن يزيد ساعتين او 4 ساعات عن الشتاء لان الشمس بتبقى شديده. فانت لو حابه خزني الزيت واعمليه في الشتاء. ماشي، بصوا ما شاء الله كله على كده اهو، طلع معاكم واحده تانية. بصوا ما شاء الله كله على كده اهو ناشف بنفس الطريقه. بصوا ما شاء الله ناشف اهو، ولقيتيه طري معاكي سيبيه في البلكونه شويه هينشف كمان. ماشي، بس اظبطي المقادير هينشف معاكي بنفس الطريقه اهو كده اهو، مش هحطه في البلكونه تاني لان نشف معايا ما شاء الله بنفس الطريقه كده. ماشي، اي سؤال عايزين تسالوه على الصابون اكتبيلي في الكومنت وهرد عليكي. وانا برد على كومنتات كتير، ناس كتيره سالتني على فشل الصابون معاها وجاوبتها. اللي عايز اي سؤال يسال وانا هجاوبه. طريقه النهارده سهله وسريعه، يا رب تنال اعجابكم. لو عجبتكم طريقه النهارده ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوه الحلوه، والسلام عليكم ورحمه الله.